كان له الشرف أن يلعب أول مقا أول كأس يعني تجرى على الملعب الأولمبي أمام حمراء عنبة، وكان خسر المقابلة كل روح رياضية. كذلك اليوم هو الآن مع عناصر مولودية الجزائر بقيادة رقم 8 باشي اللاعب الدولي الهائل الكبير. نذكر كذلك بأن المقابلة هذه منقولة على بواسطة تلفزة المغرب العربي. بهالمناسبة نحيي أشقائنا في تونس والمغرب وندعوهم للحضور معنا سويا في هذا المقابلة الهامة من الدور النهائي لكأس الجمهورية الجزائرية بين فريقين عتيدين هامين، اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. ومعروف أن اتحاد العاصمة اللي هو يعتبر واحد من فرق البطولة الجهوية دائما يلعب أدوار كبيرة خلال الكأس، ولكن لسوء حظه كل مرة يصل كما يقولوا العين ما يشربش في محاولة لأن يغرف حتى هو بدوره من هذا الكأس. ونذكر بأن فريق الأشبال متاع اتحاد العاصمة فاز اليوم على شباب الكرب 3-4. أما مولودية الجزائر فهو فريق كذلك أحرز على الكأس سنة 71 أمام نفس الفريق أمام اتحاد العاصمة اللي راه يظهر اليوم بلباس أبيض. ونعطيكم التشكيلة تاع الفريقين: اتحاد الجزائر زرقاء، زريبط، ذباح، سعدي، كدو، عبدوش، بروجي، عبدي، عطوي، مزياني وعيسوي، إيمال الياش، عواج، لاعبين الاحتياطيين، المدرب زيتوني. مولودية الجزائر أيت مهوب، رقم 2 محيوز، رقم 3 عمروس، 4 باشطة، زمير، مالوفي، بطروني، باشي، بوسري، عيزل، دراوي وعزوز كاوا، لاعبين احتياطيين، المدرب خبطو، الحكام بن غزال الحكم الرئيسي بمساعدة مدور والأحمر. هذا هو هذه هي هيئة الحكام اللي تسير هذه المقابلة الهامة اللي تجمع كما كنت نذكر بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. نذكر أن كما كنت نذكر أن اتحاد العاصمة اللي هو يعتبر واحد من فرق البطولة الجهوية يحتل المرتبة الثانية في البطولة الجهوية بعد وداد بوفريك. وداد بوفريك اللي كان راهو القديم كما كل عادة كل ما تكون مقابلة تجمع مولودية الجزائر واتحاد الجزائر إلا وتجلب جمهور غفير كما يبرهن عليه الجمهور اللي قصد الملعب الأولمبي. هذا عطوي ومزياني أمام ضربة البداية من أنصار من عناصر اتحاد العاصمة. ينطلق اتحاد العاصمة من اليسار إلى اليمين بلباس أحمر، أما اللباس الأبيض كما كنت نذكر فهو لمولودية الجزائر. هذا الدراوي مزياني أقدم واحد في اللاعبين تاع اتحاد العاصمة وكله أن أمل أن ينهي ربما حياته كلاعب في أنصار اتحاد العاصمة على الأقل بلقب خصوص الكأس اللي يهوله كثير، وكان صرح بهذا خلال استجوابات عديدة. هو قائد فريق اتحاد العاصمة اليوم. زمير رقم 5 بلباس أبيض في المرمى أيت مهو. نذكر وأن كاوا هو اليوم لاعب احتياطي، أول ركنية لصالح اتحاد العاصمة بقيادة مزين. في منطقة مولودية الجزائر بروجي ومزياني. باشي، باشي لاعب دولي يترك انطباع كبير كل في كل المقابلات اللي يلعبها وأصبح من العناصر البارزة في مولودية الجزائر. دراوي الجناح الأيسر كذلك من العناصر الدولية. سعدي ورقم 3 دباح كان لاعبا دوليا. دراوي دباح سعدي. نذكر وأن مدرب
اتحاد الجزائر زيتوني ومدرب مولودي الجزائر خبط بروج. الحكم الرئيسي بن غزال يساعده مدور والاحمر. الدقيقة الثانية من الشوط الأول، النتيجة متعادلة 0 لكلا الفريقين. تدو حيوز مولودية الجزائر زمير بروجي السعدي من بعيد ناحية ايت مهور. الجزائر واقع على الارض، مانيش متبين الرقم نتاعو امامو. عندنا مزيان هو اللي واقع على الارض في رقم 10 امام رفاقو والحكم الرئيسي بن غزال. سقوط الأمطار بعد الست دقائق من هذا الشوط الأول. تعود الصورة بعد هذا الانقطاع اللي خارج عن نطاقنا بعد انقطاع الإضاءة من الملعب إثر هذه الأمطار الغزيرة اللي سقطت مفاجأة. وهذه ركنية لصالح مولودية الجزائر كما كنتم تشاهدوا.
النتيجة ما تزال متعادلة بعد 7 دقائق بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. مولودية الجزائر عمروس رقم 3. محجوز المدافع الأيمن عطوي مع زمير. بعد 12 دقيقة المقابلة ما تزال متعدلة 0-0 في الشوط الأول. إنما الأمطار من حسن الحظ توقفت الآن، أصبح كل شيء عادي بعد انطلاقة كبيرة. لحظات حرجة جدا أمام مرمى اتحاد العاصمة، هذا رقم 7 بطولي كما رانا نعرف الجناح الأيمن اللاعب الدولي. كانت لحظات حرجة جدا برز فيها حارس المرمى زرقا اللي أنقذ مرماه من رمية كانت جد خطيرة. مخالفة لصالح بطرني أمام مرمى زرقا.
موجهة هامشية. صعيبة جدا امام المرمى متاع زرقاء، سنتيمترات فقط على العارضة الافقية لمرمى زرقاء بعد قطفة هائلة من بوسري ليحمل رقم 9 بلباس ابيض كما رقم كنت تشاهد الاعادة. دقيقة بعد الشوط الأول والنتيجة متعادلة 0 لكلا الفريقين بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. مزياني معاه بروجي على الجهة اليمنى من أمام زمر عطوي يسجل أول هدف أمام يتموب عطوي. تمر قام بها مزياني بروجي عطوي بكل روعة يسجل أول هدف بعد 18 دقيقة من الشوط الأول. النتيجة إذن هدف مقابل 0 لصالح اتحاد العاصمة أمام مولودية الجزائر. لقطة هذه الإعادة مزياني يجوزها البروجي كما راكم تشاهدوا. شوف الانطلاقه نتاع بروجي جميله جدا رائعه. هذا رقم 9 مسجل اول هدف بعد 18. الان الساعه تشير الى 19 دقيقه ويشتد التنافس والحماس اكثر. بطروني في مراوغات كما الرئيسي من غزال يصفر مخالفة لصالح مولودية الجزائر. الصورة تعود من حسن الحظ والإخوة الفنيين طبعا يعتذروا لأنها أمور خارجة عن نطاق نظرا للتعليق
الباطل اللي وقع في الإضاءة بالملعب. إنما احنا عند الوصف كل دقيقة. الآن لمس باليد المخالفة لصالح بطروني الجناح الأيمن تاع مولودية الجزائر أمام منطقة مرمى زرقاء حارس اتحاد العاصمة. التقف الكرة زرقاء ولكن نظن اثر دفع او شيء كان تلقى الكرة باش نعرف واش وقع الان. بعد 18 دقيقة من الشوط الأول لأننا الآن في الدقيقة 21 سجل أول هدف من هذه المقابلة لصالح فريق اتحاد الجزائر أمام مولودية الجزائر في الدور النهائي لكأس الجمهورية الجزائرية. هذا عمروس المدافع الأيسر ومن هناك رقم 4 سعدي. دائما مولودية الجزائر عطوي مرة أخرى ممتاز اليوم فعلا فرصة أخرى ضاعت لمهاجمي اتحاد الجزائر بقيادة عطوي دائما اللي سجل أول هدف وهذا الضربة الأخيرة برأسه من جنبه. هذه الإعادة كما راكم تشاهدوا في جميل نشاهدوا كذلك اللقطة كما ينبغي. لعب خفيف وسريع لحد الآن كشأن كل منافسات الكأس. سعدي باشطة محيوس كدو كدو وعبدوش رقم 5 و6 في الدفاع متاع اتحاد العاصمة. السيد هو اللي يحمل اليوم رقم 11 رقم 10 عزل في مولودية الجزائر بلباس ابيض. يشير مساعد الحكم السيد مدور الى ضربة مرمى لصالح زرقاء حارس مرمى اتحاد الجزائر. you
يتعدى من عزل لعبدوش من هناك. يسرنا أن نعلن للجمهور الرياضي الكريم ولكافة المواطنين أننا طبقا ساقة يقوم بها عناصر اتحاد الجزائر امام مرمى مولودية الجزائر في حراسة ايت مهوب. ونذكر بان اتحاد العاصمة متفوق لحد الان بعد 27 دقيقة بهدف مقابل صفر، واحنا دائما في الشوط الاول هدف سجله عتوي في 18 دقيقة من هذه المرحلة. زنير المدرب خبط ومدرب مولودية الجزائر يستعد لتعويض لاعب اللي يحمل رقم 13 عزوز بلاعب اخر يترك مكانه لرفيقه مش نعرف شكون هو. كانوا مانيش متحقق كما ينبغي. عايز اللي كان يلعب قلب الهجوم دراوي كان يتبادل الكره مع عزوز. دراوي خفيف وسريع كذلك امام باشي يوقف مزياني مرونة بروجي مع رقم 6 من مولودية الجزائر اللي هو ملوفي. عزوز غلطة من عزوز في ناحية السعدي. مالوفي
بروجي ناحية مزياني، بروجي مرة أخرى، محيوز، دراوي سريع وخفيف كذلك، يتعدى من رقم 4 اللي هو سعدي. في هربة مع زنير، وبعد 21 دقيقة من الشوط الأول النتيجة راهي 31 دقيقة، النتيجة راهي 1-0 لصالح اتحاد العاصمة، وهدف سجله عطلي في الدقيقة 18. ترك الزميل دكار ليولي الوصف. حسن لصالح اتحاد الجزائر، الكرة ضايعة لصالح ايتمه الحارس، حارس مولودية الجزائر. دراوي يتعدى من سعدي لبوسري، دراوي داخل ومخايفة لصالح مولودية الجزائر. نحن في الدقيقة 32 من الشوط الأول، مخايفة خطيرة، وهذه المخالفة تبعد حوالي 20 متر من مرمى زرقاء. باش تنظن هو اللي راح باش ينفذ هذه المخالفة او يتركها لرقم 5 قلب الدفاع زنير. الحكم نسير بن غزال يطلب من اللاعبين باش يتأخروا، وتنفذ المخافة بدون نتيجة، لكن الخطر باقي يحوم حول مرمى زرقاء. وأخيرا من حسن حظه الكرة تخرج ضائعة 6 أمتار. تنفيذ 6 أمتار بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر. كرة طويلة تخرج جانبية لصالح اتحاد، بل لصالح مولودية الجزائر. بطروني يحاول باش يقص الكرة لأحد اللاعبين، وهكذا يرتكب خطأ. مخالفة بعيدة عن مرمى زرقاء. محيوز وكده في الدفاع يبعد الخطر. مخالفة لصالح عيسوي رقم 11 من فريق اتحاد الجزائر. سادي يترك الكرة لعبدوش، وهذا الأخير يترك بدوره لكدو. تماس لصالح محيوز رقم 2 من فريق مولودية الجزائر. تبادل الكرة بين مانوفي وأخيرا
الاخر المزيني يستطيع باش ياخذ الكره في وسط الميدان. ظل مخالفه لكن الحكم ما صفرش وخلى اللعب صار باشطة يتقدم بالكرة، لكن مرة أخرى ترجع لعزوز ضربي في هربة من ناحية الجناح الأيسر وربما الهدف. هدف التعادل، وهذا في الدقيقة 36 من هذا الشوط. هدف جميل جاء اثر تمريره من الجناح الايسر دراوي اللاعب الدولي، وهكذا يتسجل الهدف، هدف التعادل. ها هي الاعاده، ونظن هو رقم 10 عايزل اللي سجل الهدف، وهذا في الدقيقة 36 من الشوط الأول. النتيجة متعادلة 1-1 بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر. الهدف الأول بتاع اتحاد الجزائر سجله عطوي في الدقيقة 18، أما هدف المولودية سجله باشي في الدقيقة 36. وكل حال ما كان مجموعة من اللاعبين أمام مرمى زرقاء، وهكذا ما شاهدناش مليح منه هو اللي سجل الهدف. وأخيرا نظن هو باشي اللي سجل هدف التعادل، وهذا في الدقيقة 36. ويتوقف اللاعب بسبب جروح اصابت احد اللاعبين نتاع مولودية الجزائر. مزياني بروجي في وسط الملعب، سادي عيسوي ما ياخذهاش، دباح مع بطروني، واخيرا دباح يضيع الكرة والحكم يصفر مخالفة ضد دباح لصالح مولودية الجزائر، وهذا في وسط الملعب. زنير عبدوش براسه، عيساوي ياخذ الكرة، عطوي في وسط الملعب يتعدى من وسط الملعب، دائما مع الكرة لبروجي، معاه دائما الكرة ومخالفة لصالح اتحاد الجزائر، مخالفة تبعد ما يقرب من 30 متر او 25 متر من مرمى ايت موب حارس مولودية الجزائر. نظن كدو هو اللي راح باش ينفذ هذه المخالفة. كدو اللي هو قلب الدفاع ويمتاز بضرباته الصاروخية القوية. قذفة قوية، وكذلك كانت لقطة جميلة من طرف ايت موهوب اللي مسك الكرة بكل صعوبة. عبدوش دباح يرجع الكرة للأمام، وبروجي وهكذا يضطر مالوفي باش يخرج الكرة ركنية لصالح مزياني وفريق اتحاد الجزائر.
الثاني في تنفيذ ركنية. وهدف الدقيقة 40 من الشوط الأول، 5 دقائق على نهاية الشوط. ما كانتش بعيدة حيث كان سدلها مطروني، واخيرا هجوم مضاد لصالح مندية الجزائر. بوسري نظن دع له الكرة لصالح سعدي عيساوي، واخيرا زمير لبوسري. بطروني زمير، كرة عالية، زرقة زريبيت، بعد الجروح اللي كانت أصابته يخرج من الملعب. إذن نبقى من الجزائر إلا لاعب واحد وهو حارس المرمى، يعني لاعب احتياطي واحد وهو كاوا حارس المرمى، اللي نظن رايح يدخل في مكان دراوي اللي غادر الملعب بصفة نهائية، وهذا اثر الجروح اللي كانت اصابته بعد تسجيل الهدف. وقذفة قوية وبكل براعة استطاع زرقاء باش يخلص الشبكة بتاعه من هدف محقق. بروجي وزنير، واخيرا مخالفة لصالح بروجي لمن ترى تتركها لكدو اللاعب قلب الدفاع ويحمل رقم 2. وعطوة من بعيد ترجع الكرة، والدفاع انت مدية الجزائر يبعد الخطر. عبدوش وسط الملعب، زريبيت، كدو، مزيني يقذف القذفة مايش قوية، لكن بيت مهوب كان طربش يمسكهاش وتخرج جانبية لصالح اتحاد الجزائر. بدون نتيجة يبقى الخطر. عطوي كرة عالية كثير، الوقت انتهى، يعني 45 دقيقة انتهت، النتيجة 1-1. الأول سجلوا عطوا في الدقيقة 13، وهدف التعادل سجلوا باشي في الدقيقة 36. مازال يعني اللعب بعد 45 دقيقة للحكم، وربما راه يلعب في الدقائق الضايعة.
وهكذا يصفر نهاية الشوط الأول. كأس الأصاغر نالوا أولمبي العناصر بواحد لصفر أمام حمراء عنابة. أما الأشبال تغلب اتحاد الجزائر على شباب الكرة بربعة لثلاثة. هذا فيما يخص منافسات كرة القدم اللي جرت اليوم في الملعب الأولمبي. مودي في الجزائر بلباس أبيض، اتحاد الجزائر من اليمين اليسار. نذكر بأن اتحاد الجزائر لإخواننا في تونس والمغرب بأن اتحاد الجزائر هو من فرق البطولة الجهوية، يعني دون البطولة الوطنية. هذا عطوي اللي كان سجل أول هدف، تمريرة رائعة من بروجي ومزياني في الدقيقة 18 من الشوط الأول. وهذا عمروس. بروجي معاه مزياني على يمينه، يوقفوا عمروس. كاوا يلعب في وضعية جناح أيسر في اتجاه بتروني. وضعية جناح أيسر. نذكر أن كاوا هو من كان الحارس الأول في فريق مولودية الجزائر. ثلاثة هو دباح في صفوف اتحاد الجزائر.
والان رقم 9 جسري. جسري دائما لصالح كدو ليحمل رقم 2، السعدي رقم 5 وزريبط رقم 4. هذا عيساوي رقم 10 مزياني باشي. رقم 8 عبدي عطوي. رقم 9 برشطة. باقي الكرة بين عناصر مولودي الجزائر. كدو رقم 2 تسلل لصالح أيت مهوب. سبع دقائق من الشوط الثاني والنتيجة متعادلة 1-1. دور نهائي لكأس الجزائر. زهير مزياني سعدي عمروس عبدي عبدي العسوي زمير بطروني من هنا مع باشي ومحيوس. دباح عبدي عبدي دائما باقي محافظ على الكره عند عناصر واتحاد الجزائر. سعدي قوه في اتجاه ايت موهوب في وضعيه حسنه. بطروني بطروني مشهور بالمرونة نتاعو والمراوغات المثمرة أحيانا. هذا زرقاء اللي أصبح حارس اتحاد الجزائر بعد ما أدى مواسم كبيرة ضمن صفوف مولودية الجزائر. زيد بطروني بعيد باشطة هو في تسلل واضح
مشاركته يلعب في الهجوم هي المدافع في الحقيقة، بحيث أنه كان معتبر كحارس ثاني بعد أيتن هوب. Thank you.